السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 يوم راحة للمواطنين بينها 6 متصلة في أجازة عيد الفطر ورمضان. انتصف شهر رمضان الكريم اليوم السبت الموافق 16 أبريل 2022، ويستعد المواطنون لاستقبال عيد الفطر المبارك في نهاية الشهر. ويبحث المواطنون عن الأجازات الرسمية التي تتعطل فيها المدارس والمصالح الحكومية والبنوك والقطاع العام والخاص، ويستعرض مصراوي مواعيد الأجازات الرسمية والأسبوعية خلال النصف الثاني من رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك. هنبدأ بيوم الجمعة 22 إبريل الموافق 21 رمضان، السبت 23 إبريل الموافق 22 رمضان، الاثنين 25 إبريل عيد تحرير سيناء الموافق 24 رمضان، الاثنين 25 إبريل شم النسيم الموافق 24 رمضان. من المقرر أن يتم ترحيل الاحتفال بعيدي تحرير سيناء وشم النسيم ليوم الخميس نهاية الأسبوع بدلا من يوم الاثنين، وذلك وفقا لنهج الحكومة في ترحيل أجازات منتصف الأسبوع لنهاية الأسبوع. الجمعة 29 إبريل الموافق 28 رمضان، السبت 30 إبريل الموافق 29 رمضان، الأحد 1 مايو عيد العمال ووقفة عيد الفطر الموافق 30 رمضان، الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر، الثلاث 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر، الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر، ويكون الخميس الموافق 5 مايو يوم عمل طبيعي. الجمعة 6 مايو أجازة أسبوعية، أما السبت 7 مايو أجازة أسبوعية. شكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين وأجازة سعيدة إن شاء الله وعيد مبارك عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.